بنو أمية ورد فيهم أحاديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من بين الأحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: يهلك الناس هذا الحي من قريش، وهم أمراء بني أمية، يهلك الناس. كم من القتل الذي مر معنا، كم من الآلاف، كم من مئات الآلاف. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: يهلكونهم من أجل ولاية، من أجل الإمارة، من أجل الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو اعتزلوهم، لو اعتزلوهم. الجواب هنا محذوف، قال: لو اعتزلوهم لكان خيرا لهم وأولى لهم من أن يشاركوا معهم في قتال المسلمين. لو اعتزلوهم،